اداره الفحص، تمام، بنستقبل كل الشكاوى اللي بتيجي عن طريق كل طرق الورود اللي موجوده متاحه للشاكين، في الخط الساخن، في عن طريق البريد الالكتروني، وفي عن طريق الانترنت، وفي تطبيق الهاتف المحمول، وعن طريق الواتس، تمام. وهنا دي حاجه مثال بسيط لشكوى واتس، تمام. واحد دخل، تمام، بيتبعت له رساله، تمام، اوتوماتيك فيها لينك، تمام، بيخش على اللينك. هنا اداره الشكاوى والبحث، اول ما بيجي الشاكي لازم بنديله الاستماره ديت، لازم يملا اسمه، رقم تليفونه، اسمه، رقم تليفونه، عنوانه، اسم الشركه مضمونها، الشكوى عباره عن غساله بوتاجاز حسب سلعه معمره او حاجه تانية. اول ما بيجي لازم يتوفر ضمان، لو هو داخل الضمان اللي بنضمن له حقه ان هو اللي بيبقى الاصلاح طبعا من غير تكلفه، لو خارج الضمان بنقول له ان الاصلاح بتكلفه، والفاتوره طبعا عشان نثبت نشوف هو داخل 14 يوم، طبعا القانون الجديد 30 يوم. بعد كده بناخد منه الشكوى، بتدي ادخلها على السيستم، بعد ما ادخلها بالسيستم بحولها للمحقق المختص، بتروح للمحقق وبتدي المحقق يفحصها منه للشركه على طول، وبيتابع بقى مع الشاكي نفسه. بس دي عباره عن اداره الشكاوى هنا اللي بنستلقها باليد، لكن طبعا في شكاوى بقى فيسبوك، في جمعيات، في طبعا اكتر من طريقه بنستلقى بيها الشكاوى. هو احنا بالنسبه هنا كخط ساخن، احنا بنبدا نستقبل الشكوى من العميل، بيبقى في اكتر من اتصال، يعني الاول بيكون عباره عن تسجيل شكوى، يعني في ناس بتتصل بيا عشان تسجل شكوى. الاتصال الثاني ممكن ان هو يستفسر عن شكوى سابقه تمت، تمام. في الحالتين انا بتابع مع العميل، الحاله اللي هي بتاعه تسجيل الشكاوى دي انا بسجل الشكوى وبحاول ان انا اطلب منه المستندات الخاصه بالشكوى. اول من المستندات دي بتوصلني طبعا عن طريق الواتساب، برفق المستندات دي في الشكوى وبحولها لاداره ثانيه اسمها اداره الفحص. اداره الفحص دي لو في اي بيانات او مرفقات خاصه بالشكوى بتتكلم العميل مره ثانيه وبتستوفاها منه. اخر مرحله خالص في الشكاوى هي بتتحول لإدارة التحقيقات، وإدارة التحقيقات هي اللي بتتابع مع العميل الإجراءات القانونية الخاصة بالشكوى. في ناس بتتصل بيا علشان تستفسر عن شكوى سابقه، فانا طبعا ببلغه باخر اجراء قانوني تم في الشكوى دي، من حقه يعرف طبعا اسم المحقق المسؤول اللي هو ماسك شكوته، وبيعرف اخر اجراء تم فيها والتاريخ بتاعه.